الحقيقه حابب ابارك لحضراتكم في بدايه كلامي لمباراه امبارح. امبارح فاز النادي الاهلي على امبي في دور ال 16 ليصعد الى دور الثمانيه. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 1-0. الاداء امبارح لما نيجي نتكلم عن المباراه من الناحيه الفنيه، لما نيجي نتكلم عنها المباراه امبارح افضل من المباراه السابقه ولكنها لم تكن على المستوى المأمول لكل جمهور النادي الاهلي. طيب وبعدين او ايه اللي بيحصل علشان اللي احنا شايفينه او الاداء اللي احنا شايفينه اللي هو كان افضل كتير الحقيقه او كان افضل بنسبه كبيره من المباراه السابقه في نهائي او كاس السوبر المحلي. اذا كنت حضرتك عايز تتكلم اعرف الموضوع ماشي ازاي من البدايه للنهايه، من اول ما بدا تكوين هذا الفريق حتى الان. احنا بقالنا 3 سنوات بنتكلم في هذا الامر ولسه هنقعد نتكلم كتير جدا. طيب هل الفتره القادمه، ده برضو سؤال من الاسئله اللي يجب ان يتم طرحها، هل الفترة القادمة اللي احنا عندنا فيها اجازة، اول مباراة لينا هتبقى يوم 16، اجازة يعني مفيش مباريات ولكن هي ليست اجازة من التمرين. فمفيش مباريات لغاية يوم 16، من النهاردة 26 وبالتالي انت عندك حوالي 20 يوم يقدر يحصل فيهم حاجات كتيرة جدا جدا. تقدر تعمل تمرين قوي، تقدر تقف على رجليك بدنيا، تقدر تغير من الخطط اللي انت بتشتغل بيها، تقدر تشتغل على كرات ثابتة تكسبك مباريات ممكن تكون فيها وحش. ما هو في بعض المباريات حضرتك بتكون وحش او النادي الاهلي بيكون ليس على المستوى المطلوب ولكن تقدر تكسب المباراه بكره ثابته، وده بيحصل كتير في كل فرق العالم. وبالتالي الفتره القادمه هي فتره رائعه جدا للاعيبه النادي الاهلي. احنا عارفين ان في مجموعه هتبقى مع المنتخب الوطني وفي مجموعه اخرى من المحترفين هتبقى موجوده في منتخبات بلادها، ولكن في النهايه هتقدر تعمل شكل للاداء اللي انت عايز تشتغل بيه بعد كده الفتره اللي جايه. طب الفتره اللي فاتت هل ده كان مقبول الاداء اللي احنا شايفينه؟ الحقيقه دايما دايما عند جمهور النادي الاهلي الاداء ما بيبقاش مقبول بهذا الشكل دايما على طول، ولكن خلينا دائما نلتمس الاعذار لانه الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل ان احنا خسرنا بطوله واحده في بدايه الموسم لسه، وده مش الموسم ده بالمناسبه، السوبر المحلي ما كانش الموسم ده، ده للموسم السابق. ده للموسم السابق، وبالتالي من المفترض اذا كنت حضرتك كجمهور النادي الاهلي بتفكر في الموضوع هتفكر في ايه اللي هيحصل بدايه من يوم 16. برضو من المفترض ان الدوري العام سيبدا يوم 25 اكتوبر، ده بعض الكلام بيتقال في هذا الامر ان اللجنه او رابطه الانديه هتعمل القرعه يوم 2 اكتوبر والدوري هيبدا يوم 25 اكتوبر، ده هنتكلم فيه في وقت الاخبار. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الفتره السابقه او الثلاث سنين اللي فاتوا دائما كانت المواسم متلاحمه، وبالتالي معظم اللاعبين اللي موجودين بقالهم 3 سنين في النادي الاهلي وجهه نظري ان عندهم تشبع او عدم رغبه في لعب كره القدم، وده طبيعي جدا بالمناسبه انه يحصل مع كل لعيبه العالم. لما حضرتك شفت محمد صلاح، يورجن كلوب لما اتكلم عن محمد صلاح قال لا ما ينفعش يلعب في الاولمبياد لانه محتاج على الاقل 3 اسابيع يبعد بره كره القدم، يبعد تماما عن كره القدم. ممكن جدا حضرتك الفتره اللي جايه تلاقي ان اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، لانه دايما جمهور النادي الاهلي بينظر الى البطولات والى شكل الاداء، مش بطولات بس، بطولات ولكن شكل الاداء مهم جدا جدا جدا. امبارح وانت بتتفرج على المباراه مبسوط بشكل الاداء، شويه افضل شويه من مباراه السوبر المحلي امام طلائع الجيش، ولكن عندنا احسن من كده. ايوه عندنا احسن من كده، عندنا 30 لعيب في سكواد قوي جدا جدا للنادي الاهلي. ال 30 لعيب لو اي حد فيهم لعب، وده شفناه امبارح الحقيقه، يعني شفنا ان حسين الشحات مش موجود وشفنا ان محمد طاهر مش موجود بسبب الاصابه، ولعب احمد عبد القادر ولعب كهربا اللي بيلعب في الفترات الاخيره بشكل جيد، والاثنين الحقيقه كانوا متالقين امبارح في المباراه امام امبي وعملوا الشغل بتاعهم. عندنا بعض الامور الغلط وبعض الامور الناقصه من وجهه نظري، ودي معلومه وليست وجهه نظر، هي معلومه، ان الفتره اللي جايه من خلال التدريبات اللي هتبقى موجوده في استاد مختار التتش او في المعسكر، لانه من المحتمل ان يكون هناك معسكر للنادي الاهلي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، خلال معسكر زي معسكر اعداد مصغر خلال الفتره القادمه، علشان الحاجات اللي انا دايما بتكلم فيها مع حضراتكم او الحاجات اللي حضراتكم شايفينها غلط
في الفريق. فطبعا طبعا المدير الفني شايف الحاجات دي احسن مني واحسن من احسن من كل الناس، شايف ان عنده اخطاء معينه في الناحيه الدفاعيه مثلا، فيجب ان يكون هناك شغل معين في الناحيه الدفاعيه، محتاج ان انت تشتغل اكتر على الكرات الثابته وتعمل فيها تكتيك اكتر خلال الفتره اللي جايه، محتاج ان انت تعمل انهاء للهجمات بشكل افضل من اللي حصل في الماتشين الاخرانيين.